احنا قلنا اول نموذج وده هنلاقيه كتير في ليكو في كذا موديل، يعني دي بتاع موديل تاني بس هي نفس المنظر والفكره. ازازه بيبقى فيها حلزون فنملاها حجر، فالازازه دي لما تتحرك الحلزون يحرك الحجر من اخره لاوله، تمام؟ تاني حاجه الهوبر، ده الجسم بتاع الهوبر ده من جوه بيمثل لي المكان اللي بيقع فيه الحجر من جوه، تمام؟ طب تعالوا نفك الجزئيه دي كده عشان ندي عليها بصه سريعه، تمام؟ هنلاقي الجزئيه اللي هي الدايره وفيها الريش اللي كان مجوف من جوه وفي فتحه من الجنب اللي هي هنا دي، تمام؟ خد عليها بصه كده، انا عارف ان انت عارف 35 45 تمام؟ هتلاقي في فتحه من الجنب، حلو الكلام؟ كسان وفي فتحه من الجنب، فتحه من الجنب، فتحه من الجنب تحت كده بص. لما تيجي تقفل على دي قفلت الغرفه وبقت الغرفه مطله على الازازه من الفتحه دي بس. حلو الكلام؟ الخيال كده كمل؟ اصبح اللي جوه دي انا شايفها مفتوحه من هنا قدامي كلها، بس لما بركب الجزئيه دي عليها اصبح المكان ده كله مغلق، مش مفتوح غير من فين؟ اللي جزء الازازه بيبقى داخل جواها، لما الحبر بيقع بيقع فين؟ جوه الهوبر. دي بقى لما تلف ايه اللي بيحصل؟ دي دلوقتي احنا لو لاحظنا هنقوله بتلف ازاي؟ الازازه لما بتبقى راكبه بتبقى معشقه فيها، بتبقى بالمنظر ده، اهي فتحه الازازه بتبقى من جوه، الازازه لما بتلف واحنا عارفين ان الازازه بتاخد حركه بتلفها معاها. حلو الكلام؟ طب تعالوا نشوف اللفه دي بتاثر في ايه؟ بتاخد الحبر اللي مرمي اصلا جوه اللي نزل من الازازه تعمل له رفع لفوق زي الساقيه كده، ترفعه على الفتحه يقع منها ينزل من الفتحه دي نزل على التانك تحت. طبعا بيبقى في مسار صغير في علبه الدراب من قدام قد كده، بس في الاخر احنا بنقدره نزل على التانك. وصلك؟ هي الفكره بقى المبتكره ان هو عمل خزان وعمل مسار بعد الخزان ده ياخد الحبر الله ينور عليك عشان ينزله. امتى بقى بيشتغل الكلام ده كله؟ لما ال 50 جرام اللي في تانك الديفولبر يقلوا الازازه دي هتشتغل، فبناء عليه الحبر هيقع منها، والحبر اللي هيقع منها الساقيه هتطلعه وتنزله من الفتحه، نزل على تانك الديفولبر، الحساس جوه التانك قرر ان ال 50 جرام رجعوا تاني، تمام، وقف لنا الازازه، خليك راكنه لغايه لما احتاجك تاني. حلو الكلام؟ فهمنا العنوان اللي اسمه مسار الحبر؟ طيب مسار الحبر بقى زي ما قلت لك يختلف تشكيلاته، ده شيء ميكانيكي عيني عينك، يعني حاجه بتدي حاجه عشان نوصل الحبر ده من هنا لهنا. يبقى كده مسار الحبر كده كمسار فهمناه كمكونات، غير بقى خط الانتاج في خط الخدمات، واسمه حتى خط خدمات عشان بيخدم على مكونات خط الانتاج، يعني مكون خط الانتاج مش محتاج الحبر ده عشان يطلع صوت، واصله؟ ده لما يخلص الحبر اللي فيه هيحتاج ياخد منه. معايا؟ يعني بيأدي خدمه لخط الانتاج، الانتاج ده اللي هو انتاج ورقه، بطبع ورقه. حلو الكلام؟ يبقى العناوين اللي جوه خط الانتاج هي المسؤوله عن الطباعه. العناوين اللي موجوده جوه خط الخدمات تقدر تقول بتطول من العمر الافتراضي بتاع المكونات بتاعه خط الانتاج، بدل ما املى حبر كل 50 جرام او كل 200 ورقه، هملى حبر كل 10,000 ورقه لما احط مسار للحبر، تمام؟ زي الفل. عندي ايه تاني؟ العادل. يعني انا عندي دلوقتي مع دوره الحبر بعد ما الورقه اتطلعت الحبر اتنقل من الدرام للورقه، الدرام عايز يطبع ورقه جديده، فلازم امسح بواقي الحبر اللي موجوده، بنخش على مرحله الشفره تمسح لنا بواقي الحبر، فاصبح عندنا ايه؟ حبر عمال بيتراكم في غرفه بتاعه مجموعه الدرام من الحبر اللي عمال يتمسح ده، تمام؟ طب الغرفه دي هيجي عليها وقت يتملى، تاخد وقت قد ايه؟ مش 300 400 ورقه برضه، وهتلاقي الغرفه دي اتملت. طب هل احنا بقى كل 300 400 ورقه هنطلع مجموعه الدرام نطلع الغرفه دي منها نقعد ننفضها ونرجعه ونشغله تاني؟ طب لا، مش سياستنا، احنا عايزين العميل يشتغل على الاقل 50 60 الف ورقه عقبال لما افضي العادي. فبناء عليه عكس مسار الحبر، اعمل مسار في الغرفه دي يسحب الحبر منها ويوديه على فين؟ على العادي، تمام؟ في بعض مكن بيعيد استخدام الحبر اللي اتمسح، امسح او بناء عليه الحبر هيتسحب من الغرفه اللي اتمسح منها الحبر يرجع على تانك الديفولبر تاني، ما يبقاش هالك يعني، ما يبقاش هالك يعني، يعيد تدويره، يعيد تدويره. فبناء عليه انت الحبر بيتمسح بيخش الغرفه دي، هعمل مسار للحبر، تمام، اخد الحبر ده ومرجعه فين؟ على التانك تاني بدل ما ارميه في علبه عادي، تمام؟ الله ينور عليك. مفهومه القصه دي لحد كده؟ العنوانين دول. طب اخر حاجه المراوح دي ايه؟ عيب حاطين مراوح ليه؟ في اماكن بتحتاج تهويه زي السخان، الجو اللي حوالين السخان ده مش مطلوب ان هو يبقى سخن، السخونيه مطلوبه جوه السخان فقط عشان الورقه لما تعدي تنشف وشكرا، انما حوالين السخان مش مطلوب يبقى سخن. نعمل مروحه تجيب هواء من بره تعديه على السخان حوالين الجو حوالين السخان والهواء ده يطلع بره المكنه تاني، فبناء عليه نقلت الحراره اللي جوه بره. اماكن فيها هبو حبر بيبقى موجود يعمل لها تهويه، الباور سبلاي عايز يتهوى يحط لها مروحه، المروحه دي ما بتشكلليش ازمه في دماغي في المكنه، بل بحاول اتناساها، الا اذا المعلومه اللي بحتاجها من المروح ان المروحه لما هتقف
او لما هتبوظ هتديني عطل كودي. انا عارف ان الرقم ده قصده المروحه دي. شكرا. كام مروحه؟ واصله؟ طب احنا ايه؟ كام؟ ايه؟ كام رقم اللي لا ده كل مكنه المراوح بتاعتها بيبقى لها رقم. مش ده كل مكنه بيبقى معاها كتالوج، والكتالوج ده بيبقى فيه الاعطال الكوديه بتاعتها. مش هي القصه يعني. القصه بتاعت الاعطال الكوديه فهمها واحد، ان انا بفهمها بنفس المنظر. يعني ايه عطل مروحه؟ ده يمشي معايا على المكن كله. بس رقم المروحه دي كام؟ ما اعرفش. في دي. الله ينور. غير دي. غير دي. بس المعنى بتاع العطل واحد. تتبع العطل واحد، طريقه تصليح العطل واحد.